هذه القلعة التاريخية اللي مر عليها العصور المتعددة عبر التاريخ، الكثير من الدول والعصور اللي عاصرت سباستي، وكانت سباستي عبارة عن العاصمة لهذه العصور أو في هذه العصور. في مضايقات بتواجه بلدية سباستي من قبل قطعان المستوطنين طبعا بحضور الجيش الإسرائيلي اللي بيحاول بسط السيطرة أو فرض السيطرة على المنطقة هاي. قاموا ما نسميهم بحرامية الآثار بمحاولة خلع في إحدى المناطق الأثرية اللي موجودة في قاعة المحكمة. حاولنا إعادة الترميم في الصباح لأنه كانوا متوقعين أنه حيوجدوا كنوز، إلا أنه بس اللي عملوا دمار دخل الجانب الإسرائيلي ومنعنا من ترميم البقعة اللي تم الحفر فيها. محاولاتهم هم كإسرائيليين ما يعني هم ما بيعرفوا الكلل ولا الملل، بيحاولوا المضايقات بين فترة وأختها، لكن بلدية سباستي واقفة بالمرصاد كل المحاولات لأنها تعيد البلد هاي إلى ما كان ما يجب أن تكون عليه، يعني مثل ما سمح لنا في مناطق باء، لأنه إحنا في بلدة سباستي نؤمن بأنه هذه الكتلة كلياتها اسمها سباستي بغض النظر عن ما سمي بألف وباء وجيم. بمروا على جدران معينة إلى إحدى الأراضي بقولوا أنه أجدادنا كانوا هون، حتى أنهم يحولوا الموضوع هذا لأماكن عبادي. وطبعا هن نعرف أنه هذا الشيء مزور وهذا الشيء مش حقيقي، بيدعوا وجودهم بأنه لهم قصور أخاب وعمري وإلى آخره، وحاولوا نبش كل هذه المناطق. لحتى اللحظة هاي لم يجدوا ما يثبت ذلك أو ما يثبت تاريخهم.